الجينيك اللي هي مدينه الباك تراك بس كده. طيب نخش في الفيم بقى. الفيم ده احنا اصلا الفوايد كله على بعضه اختصار الفيجوال ايديتور. والفيم ده قلنا ايه؟ انهانسد فيم. طب ايه بقى الاختصاص اللي فيه زياده؟ شفنا في شويه فيتشرز كده حلوه جدا نبدا نتعامل معاها. فيتشرز اول فيتشر خدها فيه انه ممكن ايه؟ يلون. خلاص؟ ممكن اعمل له ساين اوف. ساين اوف بقول له اقفل التنويم. عايز افتح خليه يلون اقول له ساين اون. فكرنا بمود اكسكيوشن مود سكيل نقطتين عشان نلعب بلاش في كوره ده مود خلاص ما بقاش فيها عشان ايه؟ بقول له بلاش في كوره ده مود ليه؟ لانه ما بفهمش ان هو هياخد منها الكوره ده لما اكون في الاكسكيوشن مود. الكوره مود بس اللي هي صدر خروج ايوه خروج السوق حتى خروج السوق حتى في الاكسكيوشن مود. الاكسكيوشن؟ اه والله. كمان انت بتعمل دي كوبي يانك السطر ديليت السطر اندو ريو. اه انا ما قلتش كده؟ لا قلت كده اه. والاكسكيوشن بقى اللي بقى بيعمل يعني فيه حاجه انا اللي ما قلتش كده انا واحنا بنعمله من ساعتها يعني خلاص؟ طيب طب عايز اخليه يا رقم السطور ممكن اقول له سيت نمبر. عايز اخليه يشيل التطبيق اقول له سيت نو نمبر. صعبة؟ صعب الكلام ده؟ صعب؟ لا بس طبعا الكلام ده كله لازم اكون فيه الاكسكيوشن مود يعني هنا الست يفتح التطبيق ست نمبر طبعا فينا مسافة اهو زي اهو ست نمبر عشان ناسي انا بقيت خلاص بقاش عندي في ثقة فيكوا طيب امسح بقى خلاص ولا حد لسه عايزه؟ امسحه؟ طب دلوقتي انا بكتب بالفيلم اي حاجه يعني قاعد في الشركه بكتب تقرير مثلا بالفيلم ده وجا المدير بتاعي طلب مني قال لي وانت بتكتب في الساعه دي حط التوقيت تاريخ اليوم والساعة حالا. هل اعمله ايه؟ اروح جاي بص في الساعة كام اروح تاني ايدي ولا اقول له ايه؟ طب انا عندي اصلا في الشيل في كوماند اسمه ديت صح؟ ديت ده بيطلع لي ايه؟ المفروض التاريخ والساعة. طب ينفع انفذ كوماند من الشيل يطلع لي في الملف؟ اه. قال لك خليك في الاكسكيوشن مود عالي جدا ولازم تعرفه. لازم تعرفه ان انت ايه؟ عايز الساعة. عايز الامر نادي كده عايز اترك الامر ده صح؟ فلو فرضت تكتب له الكوماند اللي هو ايه؟ او جميل لسه ناقص تعرفه تقول له ده اصلا ده مش كوماند بتاعك ده بتاع الشل بس كده هينفذ الكوماند بتاعك انت بالشل وياخد النادي بتاعه يلزقه عندك في الملف. صعب الكلام ده؟ لسه في حاجه واحده المفروض اقولها له لسه في حاجه واحده المفروض اقول له هتلزق الكلام ده فين بقى؟ صح؟ فوق كده؟ المفروض اقول له هتلزقها في المكان الفلاني. اقول له دوت دوت يعني في المكان اللي انا فيه. اقول في المكان اللي انا فيه نفذ لي الكوماند ده خد الاول بتاعه حطه فين؟ في المكان اللي قلت لك عليه ده اللي هو الحته اللي انا فيها. صعب الكلام ده؟ تمام. نفس الحكايه لو عايز اقول له الجهاز ده شغال بقى له قد ايه هو هي اقول له دوت نفذ لي الكوماند بتاع اب تايم اكيد اب تايم ده ولا ستوب ما خدوش اب تايم ما خدوش ساعه ما السيستم اتفتح اه يقول لك نقعد على السيستم والرسوم بتاخد منه قد ايه ورمات قد ايه كل حاجه يعني ده اللي هو البروسيس لودنج وكده ايه ده اللي البروسيس لودنج لا بقول لك البروسيسور بتاخد منه قد ايه ورمات بتاخد منها قد ايه اللود على السيستم اللود على السيستم والجهاز مفتوح بقى له قد ايه كارنت تايم طيب لو عايز اقول له حركه ثانيه اسرع يعني عايز اقول له من السطر الاول للخامس
مرصاد الاول والخامس اعمل لي رايت للحاجات ايه. شوف الملف عندك، انا عندي ملف بالمنظر ده شبهه لكم عشان تفهموا. انا عندي ملف مكتوب بالمنظر ده، انا عايز اقوم اخد لي اول خمس سطور خلاص، خدهم كده كوبي واعمل لهم رايت في قلب ملف تاني، ياخد الخمسه بس ما ياخدش الملف كله. ازاي؟ هقول له بس بكل بساطه، من السطر الاول يبقى واحد للخامس خمسه، هتاخد الملفات دي كوبي، هتعمل لها ايه؟ رايت في ملف تاني، يبقى اعمل لها رايت في قلب الملف التاني مثلا اسمه تيست فايل. في اكسكيوشن مود. طبعا كله في اكسكيوشن مود اساسي. مش كده؟ يبقى كده ياخد من السطر الاول للسطر الخامس، هيعمل رايت للكلام السطر الاول والخامس ده، ياخده يعمل له رايت في قلب ملف اسمه تيست فايل. يعني رايت معناها كوبي يعني؟ ايوه، هياخد الخمسه اللي عملناهم كوبي ويمر في الملف ده. طب سؤال ولا جواب؟ هيترجع هيجري في الملف تيست فايل ده؟ ايوه هيكريته هو مش عارف في نفس التارجت اللي فيه الفايل الاساسي بكتب عليه، في نفس الدايركتوري اللي فيها نفس الملف ده، ولا في التارجت اللي هو في الدايركتوري اللي هو فيه؟ انا ممكن اديها بس الدايركتوري اللي هو فيه. انا ممكن اكون خارج بره، انا ممكن اكون واقف على الروت وانا مجري اصلا الفايل ده في مكان تاني خالص. يعني لو انت فاتح ملف الف سلاش اي تي سي، فاتح ملف اسمه اي تي سي مصر، واقف دلوقتي في روت، هيعمل لك ملف فروت في المكان اللي انت فيه. فروت؟ ايوه ممكن برضه. وانت واقف في سلاش روت. هيعمل له فروت. هيكلم ملف تيست فايل هنا، هيكلمه هنا. طب هحط ما اعرفش وانا اقول له ممكن يديله الابسولوت باث بتاعه. ممكن ايه؟ ممكن احط له الابسولوت باث بتاعه. ما اعرفش. هديك باللي في رجلي. اللي انت بتقوله ده هو اكيد يعني ممكن يديله ابسولوت يعني. ممكن. يا ابني كبر دماغك، كبر عقلك بقى خلاص. اربط انت خدته. واللي ممكن ايه ممكن دي؟ لا بس انا بقول قول يعني فكرت ده هو هيتحط. لا لازم اقول لك انت ممكن تجيب الابسولوت باث بتاعك. طب ما انت كملها انت يعني. انا ما دخلتش على الاكسكيوشن مود خالص. ما دخلتش على الفيم اصلا ابدا يعني. ايه علاقه ان انا اجيب الابسولوت بوك مود بالابسولوت باث بالراتب باث من هنا يعني؟ انا فاكر هو بيكاريت فايل جنب اللي بيتكاريت في المكان اللي انت واقف فيه بس. طب ولكن السي دي ده ماله مال ده خالص؟ تأكد؟ ده ماله يعني؟ ما عندكش تخيل خالص. مش فاهم كده والله. انا بس بسأل في حاجه، في اوبشن انا ممكن استخدمه اصلا في الوورد، ان انا اقول له كريت الفايل الجديد اللي هو الاوت بوت دي، هو بيكريت اوتوماتيك في نفس التارجت اللي موجود في الفايل الاساسي في ويندوز. هو ده اللي بيحصل. انت هتفتح ملف وورد لازم تبراوز للمكان اللي فيه ملف وورد. ايوه تمام. لا انا ممكن مش ممكن. انت ما نسيت اصلا تحطه في مكان تاني خالص. ماشي. لا انا مكان لكن باي ديفولت بيسيف. قلت لك ما تفكرش بالويندوز خالص، انسى عليك الويندوز دي. انسى العقليه بتاعت بنت اللذينه دي. طيب بجد والله انا يعني حكيت السؤال ايه ما اعرفش. يا ابني انسى ويندوز. اول ما تيجي على الباب بتاع اللاب هنا بجد شيل عليك الويندوز ده ارميها في الزباله، حطها في الحمام هتقول لك واخدها معاك كنت خارج. ماشي. طب دلوقتي انا قلت لهم السطر الاول للخامس، تخيل كده في نص الملف، يعني انا في المكان ده دلوقتي انا في نص الملف ومش عارف انا في السطر كام، انا في سطر 750 يعني، انا مش عارف انا في سطر كام. لازم اروح اعد الملف سطر لسطر واقول لهم الملف من السطر اللي رقمه 756 ولا 765 خد لي كوبي خمس سطور، ولا اقول له ايه بالظبط؟ دوت دوت. عايز اقول له 765 ل 770. عايز اقولها له كده، انا واقف 765 بس انا ما اعرفش. هفترض ان انا اتغبيت وقعدت اعد الملف. طبعا مش حاجه اسمها اتغبيت، مش حاجه اسمها اتغبيت هنا يعني. عايز اقول له من المكان اللي الكرسر واقف فيه. دوت الخيال بدا يشتغل معاك اهو. اقول له دوت خلاص، واقول له انا عايز اخد خمس سطور صح؟ خمس سطور تحت اللي انا فيه. لو قلت له كده بخمسه ما ينفعش، ده المفروض السطر الخامس. لا اقول له بلس بلس خمسة يعني زودني خمسة على المكان اللي انا واقف فيه، اعمل رايت تيست فايل. صعب الكلام ده؟ ماشي تمام. طب الكلام ده كان الاول لو انا كنت عملت كده كان هيعمل ايه؟ لو ملف مش موجود كان هيكريته، بس لو راح ما كانش تيست اتنين، ده تيست فايل اتنين، كان تيست فايل بس. ولا تيست فايل انا المره مش عايز يعمل له ايه؟ اكتب عليه. مش عايز يعمل له انسيرت، انا عايز يعمل له اوبن. اكتب عليه كده يعمل اوبن بالمنظر ده، يعمل اوبن لحد ما ناخد دلوقتي بقى دايركشن. انا بحاول افتح موضوع دايركشن عشان كنت تتساءلوا يعني ايه اللي احنا خدناه في الكاد ده وايه الاثنين دول مع بعض. خلاص؟ طب احنا عملنا اللي هو الدبل دول.
هيروح هنشوف الملف ده لو الملف ده مكتوب فيه لو اكزيست هيعمل مش هيعمل هيعمل هيكتب جنبه بس لو مش موجود يعمل له ماشي وكريبتو يعني في حالتين ما افضل استخدم دي لو انا مش متاكد الفايل بالظبط يعني لو انت عايز تعمل اكونت الملف طب لو عايز اقول له من المكان اللي انا واقف فيه لاخر الملف امسح طب عايزه عايز اقول له من المكان اللي انا واقف فيه المكان اللي انا واقف فيه دوت عايز اقول له اخر الملف دور سايد اعمل له رايت في قلب اي ملف تيست فايل صعبه طب لو عايز اقول له امسح لي من المكان اللي انا واقف فيه ده من المكان اللي انا واقف فيه لاخر الملف هقول له من المكان اللي انا واقف فيه لاخر الملف اعمل ديليت كده يمسح من المكان اللي هو فيه لحد اخر الملف اكيد مش هقول امسح لي في ملف تاني يعني علامه الدروب ده هيمسح اخر الملف مش هيعمل رايت العلامه دي اخر الملف دول سايب معناها اخر الملف دوت من المكان اللي هو فيه طيب انا عندي ملف بالمنظر ده كده مكتوب اسمه الاول كات شويه كلام كده وكات شويه كلام كده وكات شويه كلام كده وكات انا عايز كل كلمه فيها كات واحط مكانها كلمه اسمها دوج تنفع عايز اقول له من في الملف كل الكلمات دي انا احط مكانها دوج ايوه عشان كل الكلمات عايز اعمل ريبليس الكلمات دي اقول له ايه كم سد صح؟ سد ايوه من اول سطر لحد نهايه الملف اعمل المره دي بقى سبستيتيوت باي كلمه فيها كات حطيه مكانها دوك في مسافات خلاص حوالين الاس في مسافات حوالين الاس كانت في مسافات ضعف واحد دي تلاقي ايه؟ من السطر الاول ماشي الاخير اعمل لي سبستيوت باي كلمه كات حط لي مكانها دوك مش كان ممكن قبل ما يدل اللي هي الاول وانه هما دراسين فكيت هتقدم زي ما انت عملت كده او عملت بس سبستيوت لكات بدوج هتحصل مشكله اللي هي ايه المشكله ان اول اللي يجي هيلاقيها هو اللي هيغيرها بس شغال بعد كده شغال بعد كده هيغير اول واحده طب عايز اقول له الكلام ده حطه جلوبال في الملف بالكامل اقول له جي سلاش جي على طول كده يبقى جلوبال في الملف كله اي نتيجه يلاقيها فيها كات هحط مكانها دوج صح سهله جدا يعني يعني الاوبشن الاولاني الاول او الثاني لو ما حطيتلوش جي اول نتيجه اللي هيلاقيها ولا هيغير لو لقى اول كات هيغير اول كات بدوبه طب الاوبشن الثاني ده كده هيعمل من السطر اللي فيه بالظبط ايوه طب انا شفت في الاوبشن الثاني دور سايد ليه؟ فين دور سايد؟ لا بيقول لي ممكن يعني كنت ممكن اقول دوت من دوت من دوت سايد بدل واحد كنت اقول مثلا اقف في نص الملف كنت اقول من 15 ودور سايد ودور سايد معناها ايه؟ الكومه دي بتدل على اول ده كده لوحده هيشوف اي كلمه كات يعمل لها سبستيتيوت بدوك لاول نتيجه هيلاقيها ماشي ماشي اللي تحت بقى ضغط ستر وجي كده بس جلوبال الملف كله ماشي بقى ده الكومه دي بتدل على ايه؟ اي جمله لا كومه كومه ده كومه دي من اول سطر السطر الاول لاخر سطر دور سايب معناها نهايه الملف لاخر سطر في الملف طيب
ناخد بقى في النهايات اخر حاجه خالص اخر حاجه الفيم طبعا ممتع يعني صح الفيم ممتع بس كان فعلا بتلعب يلا اخر حاجه بعد دلوقتي خدها كده على السريع طبعا دي مش كل الاوبشنز بتاع الفيم يعني ده لو عندنا فيها في كتب فيه والله العظيم في كتب فيه في كتاب 100 صفحه او 900 صفحه شفتها قبل كده في الفيم بس لوحده طبعا كده مش هنخلص الليله دي وهنخلص الكورس كله وناخد الكورس كله في الفيم انا هقعد شهر في الفيم ماشي فبنحاول ناخد على قد ما نقدر فيه ناخد اخر اوبشن نحاول نقول دلوقتي انا عندي ملفين بالمنظر ده ده ملف A وده ملف B انا فاتح دلوقتي A بالفيرم عايز دلوقتي ياخد اللي جوه البي يحطه في الملف عندي يقرا البي كله ويحطه في المكان اللي انا واقف فيه انا دلوقتي فاتح الايه قول يعني ممكن ان انا زي كات اللي زي عملنا دوت واستخدمت اكسبانشن مويد ليه قول لي انت عايز تعمل ايه دوت وبعدين نعمل حاجه اكسبانشن مويد دوت اكسبانشن مويد وبعدين دوت اكسبانشن مويد اه يعني انا هدخل البي مش عم بوين ماشي ايوه مثلا بدل ما دخل بيت بقى هدخل مثلا كات واسم الفايل ما فيش بقى كومه مش كومه من واحد ماشي انت قلت لي وي انا عمال اصدق ما قلتش ليه كات اللي هو مركب بي صح؟ اه هي تنفع على فكره تنفع بس بطريقه اسرع يعني اه قلت لك مخاطر عامل لي ار الملف بي ده اللي انت قلتها على فكره حلوه فكره حلوه جدا يعني طب انت اللي انت خدته بحب بقى الناس اللي كده يعني فعلا بحب الناس اللي كده عمرك ما تجاوبني على اي حاجه خالص التاني عمرك ما تقول خط يعني فضلت يا ابني يعني ايه يعني انا بالامر ده مستحق اروح بفتح محلات البنات دي اه ده هيروح يريد الملف اللي اسمه بيه ياخد كل حاجه جواه وحطها في مكان اللي انت واقف فيه دلوقتي مش معنى كلمه بس عشان لا احمد بقول حد تاني ما هي دوت عشان اللي انا فيه اصلا مش احنا مالناش دعوه لا مش يا دوت دي مش دوت العلامه دي معناها ان انا نفس كوماند من الشركه هيروح يشيل نفس كوماند اللي اسمه كات دي ياخد الحاجه بتاعته ياخد كل الاوت بتاعه يحطه فين؟ في المكان اللي انا واقف فيه وانا عامل سي سي ان اي وسي سي ان بي وسي سي ان اي وام سي سي يا ام سي سي عمال تفتكس لي ده ليه؟ انا مش ركز معاك اصلا ده خالص يقول لك وانا هاخد سي اي السنه الجايه والله قال من انا سي سي ايه اخد اس دي السنه الجايه لسه ما خدتهاش والله حقك صغير 2010 غير خلاص ده هو شهر واحد انت فاكر يعني ده يفرق؟ هيبقى ويندوز 7 واوفيس 2010 انت شايف ان ده يفرق؟ يفرق طبعا برافو عليك. الدرجة بتاع ويندوز ما يفرقش ليه؟ ويندوز 7 أصعب من إكس بي كتير. خصوصا مش مستخدمه يعني.